شباب الاهلي اللي متقدم باربع اهداف على بيراميدز، وعملوا شوط اول رائع جدا. وادي بقى التفويته الحلوه الحقيقه والانفراد، وخطر خطر ممكن ممكن ممكن، وبالفعل الهدف، الهدف بقى ياتي، الهدف ياتي في مباراه اليوم. محمد وائل، محمد وائل يتوج مجهوده الكبير جدا في احداث هذا اللقاء مشاهدينا الاعزاء، ويضيف الهدف الخامس للنادي الاهلي. ويعني دايما فلسطين في القلب. وادي بقى سجدة الشكر للمولى في اللقطة الماضية، وادي بقى محمد وائل، ادي محمد وائل. انما شوف بقى التفويتة الحلوة من اللاعب محمود حمدي، واللاعب محمد وائل انفرد وحطها على يمين حارس المرمى سيف الدين منتصر علشان يسجل الخماسية للنادي الاهلي في مباراة اليوم. خمسة الاهلي لا شيء بيراميدز مشاهدينا الاعزاء في اطار الجولة 13 من دوري الجمهورية مواليد 2003. نتيجة يعني رائعة جدا، ونتيجة مستحقة. وخلي بالك الاهلي كان يقدر يزود النتيجة عن خمسة.